السويداء فاجأة النظام يعني بالحالة السلمية وبالحالة التنظيم والأخلاق اللي في هاي الحراك أحرجت النظام، ما قدر هذا النظام يتهم السويداء بأي شيء، فوقف عاجز، فعل أو صار التفجير اللي بالكلية الحربية بعملية من النظام، لأنه هذا تحليل شخصي طبعا مش تحليل للحراك يعني، تحليل شخصي، لأنه سوريا بين لحظة وثانية راح تقف موقف واحد مع اللي عم يصير بالسويداء وخاصة إخوتنا بالساحل، فهو لا يرجع للمربع الأول، لا يرجع السوريين للمربع الأول، وحجة الطائفية والمذهبية ضرب الكلية الحربية ليتهم فيها جماعة إدلب والسنة والإسلاميين يعني، ليقولن لأهل الساحل بأنه أنتوا مستهدفين، لأنه أهل الساحل بين لحظة وثانية كانوا راح يسقطوا النظام، لو قام الساحل سقط النظام، السويداء والساحل معناتها قامت سوريا كلياتها، فكان سقط النظام، ففعل عملية التدمير أو الفاجعة اللي صارت بالكلية الحربية لحتى يوصل لها اللي وصله. طبعا والإعلام اشتغل على جهتين للفت النظر ويزيح هاي الحالة، لأنه اتهم قدام السوريين كلياتها بأنه هو اللي ضرب الكلية الحربية، رجعوا اشتغلوا على ضرب أو الحرب اللي صارت بفلسطين وإسرائيل. طبعا الفلسطينيين هم شعوب مقهورة مثلنا، ونحن كشعوب كلياتنا عم ينشغل علينا يعني النظام السوري هو وباقية الأنظمة اللي موجودة بالساحة هون من إسرائيل للنظام السوري للنظام التركي للنظام الأمريكي للنظام هاي الأنظمة الموجودة هون كلياتها هي وجهين لعملة واحدة، الهدف منه هو تدمير الشعب هذا وتهجيره. غالي غالي غالي، الدم السوري غالي 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 غالي.